صدق السيد رئيس الجمهورية على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق. أولاً، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد عقيد أحمد جابر أحمد نصار، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة زينب علي سليم الشافعي. اسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل عبد الرحمن عبدو، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سلافة إمام إبراهيم. ثانياً، وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد مساعد شرطة ثالث عبد المحسن المنشاوي عبد العزيز، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة فتحية السيد سالم. اسم الشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو ناصر، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد الحاج إبراهيم أبو ناصر.